من جانبه شدد وزير خارجية قبرص على عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية بين مصر وقبرص، مؤكدا رغبة بلاده في تعميق العلاقات الثنائية. قائم اليوم يؤكد على علاقاتنا القوية والاستراتيجية القائمة على الصدق والثقة والتضامن والروابط التاريخية. تحدثنا أيضا عن الرؤية المشتركة حول الخطوات السياسية المستقبلية وأيضا الرفاه والرخاء الاقتصادي، وبالطبع نتحدث عن جميع التحديات التي نواجهها. كما تفضلت بالقول إن مهمتي المشتركة هو تعميق الروابط الثنائية بطريقة ملموسة، وقد أحرزنا اليوم هذا بالضبط بعد توقيع مذكرة تفاهم حول العمالة المصرية في قبرص، وهي خطوة ممتازة نحو تحقيق التعاون في المجال الاقتصادي.